بذكريات مباراة القرن في عام 2001 وصوت العظيمان حمادة إمام خش التاريخ يا راجل، وميم الشربيني صندي يعطي الإذن لقدمه اليسرى لتظهر في الأضواء. خش التاريخ يا راجل، هوبا صندي يعطي الإذن لقدمه اليسرى لتظهر في الأضواء. 12 شالبة في الهواء، شالبة شالبة يا عم. يعود الأهلي مجددا للتحليق مع ريال مدريد في سماء الكرة العالمية، ولكن هذه المرة في مباراة رسمية وليست ودية كما كان الحال في عام 2001، حيث يلتقي بطل القرن الإفريقي مع بطل القرن الأوروبي في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، في مباراة توقعها الكثيرون قبل انطلاق البطولة. مباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد هذه المرة ستحمل أهمية مضاعفة للمارد الأحمر عن اللقاء الودي الذي كان في عام 2001 والذي فاز به الأهلي بهدف لاعبه النيجيري صندي، حيث أن الفوز بها سيدخل المارد الأحمر التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه سيكون بذلك الفوز الأول لبطل إفريقيا على بطل أوروبا في مونديال الأندية، كما أنه سيكون الفوز الثاني للأهلي على الملكي الإسباني. جماهير الأهلي رغم قناعتها التامة بصعوبة المباراة والفوز بها نظرا للكثير من الفوارق بين الكرة الإفريقية ونظيرتها الأوروبية، إلا أنها تمني النفس بتحقيق المفاجأة والتأهل للنهائي. ولم لا؟ فالأهلي الذي فاز على ريال زيدان وفيجو وكارلوس وهيرو وسلجادو يمكنه تكرار هذا الانتصار على ريال، بنزيما وفينيسيوس جونيور وكورتوا. مباراة الأربعاء تأتي بعد نجاح الأهلي في عبور أوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل الأمريكي في الدورين الأول والثاني، في حين يأتي ريال مدريد للمشاركة من نصف النهائي مباشرة وفقا لقواعد البطولة التي تمنح بطل أوروبا ميزة الفوز باللقب من مباراتين فقط. الأهلي بتأهله لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي جنى مكاسب عديدة فنيا وتسويقيا وجماهيريا، فحتى لو خسر المارد الأحمر فمكاسبه ستكون أكبر من خسارة المباراة، لأنه بذلك ضمن تكرار إنجازه السابق وهو الحصول على ميدالية برونزية على الأقل، بجانب استغلال المباراة في تحقيق عوائد مادية كبيرة من تسويقها، إضافة للمقابل المادي الذي سيحصل عليه الأهلي من الفيفا كونه استمر حتى نهاية البطولة. ولكن يا ترى هل تتوقف أحلام الأهلي عند مواجهة ريال مدريد والاكتفاء بشرف اللعب أمام الملكي العالمي، أم سيكون سقف طموحات مارسيل كولر ورجاله بقيادة الشناوي والسولية وكهربا وباقي نجوم الفريق أكبر من ذلك ويذهب الأهلي بعيدا في البطولة نحو إنجاز لم يتكرر من قبل؟